تستعد تونس لاحتضان بطولة إفريقيا للأكابر من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بالقاعة الأولمبية برادس. الدورة هذه يشارك فيها 90 لاعب، 80 لاعبة، 170 لاعب ولاعبة يمثلون 27 دولة دون اعتبار المرافقين والمدربين. الدورة هذه باش تكون ترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024 بالنسبة للمنافسات الفرق رجال وسيدات، كذلك بالنسبة للزوجي المختلط باش تكون زادة دورة ترشيحية بالنسبة لبطولة العالم 2024 بوسان كوريا الجنوبية 2024. التربصات الحقيقة على قدم وساق بالنسبة للسيدات والرجال. قمنا بتربص أول بالمركب الرياضي بعين دراهم لمدة 10 أيام، ويليه التربص الأخير اللي قاعد جاري الآن إلى غاية 9 سبتمبر بقاعة تنسى طاولة بحي الشباب بتونس. الحقيقة حظوظنا كبيرة بالنسبة للسيدات، نطمح أنه نتحصلوا على الميدالية الفضية. بالنسبة للرجال إن شاء الله نحقوا المركز الثالث، وتقريب هذه النتائج التونسية على سنين طويلة، مصر، نيجيريا، تونس، الجزائر، تقريب هذوما الأربع الفرق الأكثر حظوظ بالنسبة للبطولات الإفريقية. الدخول مجاني وفرصة باش نحث جميع محبي رياضة تنس الطاولة لحضور ومشاهدة أبطال وبطلات إفريقيا في اللعبة، باش يتمتعوا بعروض شيقة في رياضة تنس الطاولة. المنافسات باش تكون على أوجها، خاصة كما قلت لكم باش تكون مرشحة للألعاب الأولمبية باريس 2024 بالنسبة للفرق، وعديد البلدان قاعدة تقوم بمعسكرات تدريبية تحضيرا للبطولة هذه نظرا لأهميتها. الحقيقة باش يكون فما بث مباشر للأدوار النصف النهائية والنهائية على القناة التلفزة الوطنية، باش يكون بث مباشر بتقنيات اللايف ستريمينج على الطاولة الأولى والطاولة الثانية على اليوتيوب على قناة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة. صحيح دبلوماسية رياضية في الفترة هذه يوم 14 سبتمبر تحتضن الجلسة العامة السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة، باش يكونوا حاضرين معنا ضيوف أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، الدكتور علاء مشرف من مصر والسيد وحيد أوشيدي من نيجيريا، باش يكون معنا الكاتب العام للاتحاد الدولي لكرة الطاولة حاضر معنا زادة في تونس، عديد الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة على جميع المستويات.